الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله إمام المتقين اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد أحييكم أيها الإخوة في كل مكان بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتلو عليكم ايات سابني عليها موضوعنا اليوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم هذه ايات بدات بالحث على النظر افلا ينظرون اعتبروا حلقتنا اليوم افلا ينظرون دعوه الى النظر دعوه الى التامل دعوه الى التفكر دعوه الى اعمال العقل والقران مملوء باوامر النظر انظر انظروا انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي وهنا في سوره الغاشيه بيحث العقل البشري الى النظر يعني ينظر او انظر يقصد منها يعني فكر طب ليش ننظر عشان نفكر بس لا الذي اعمل النظر لا يمكن يتعب في حياته ابدا كان زمان لما يجوا يحرشوا فينا عامل الفهم كان يقولون يا أخي أنت ما عندكش نظر خلي عندك نظر يعني انظر وفكر في ناس لهم عيون لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أو آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها آلات المعرفة ربنا سبحانه وتعالى عشان يجعل للإنسان قيمة حثه على استغلال واستعمال وتفعيل أدوات المعرفة من أهم أدوات المعرفة النظر لذلك كان النظر نعمة ليه ربنا أولا ها ابتداء ليه ربنا ركب النظر للإنسان عشان بس يشوف أمامه ويمشي؟ لا علشان يشوف ويتامل في اللي شافه ويفكر ويمحص ويطلع باستنتاجات واستنباطات وينتفع واهم من ده كله النظر يؤدي الى الايمان هذه الفائده الكبرى انظر لتؤمن انظر لتنتفع انظر لتستنبط تقتبس تقتبس دروس اخلاقيه دروس روحيه دروس اجتماعيه انظر للحوادث اليوميه لتقتبس منها عبر لتنتفع منها في حياتك لتؤمن بها تؤمن بها باقدار الله تؤمن بفعل الله تؤمن بقدره الله تؤمن بعظمه الله كل ده يتحقق بالنظر انظر افلا ينظرون إذن ابتداء النظر فوائده واحد الرؤية اثنين الانتفاع بالمنظور ثلاثة اقتباس ما ينفع الإنسان من ناحية الخلقية من ناحية تغيير الطباع من ناحية إعادة صياغة الشخصية حينما أنظر إلى كائن متميز في شيء هذا التميز في هذا الكائن ان شاء الله يكون حشره هي مدرسه يعني ما تستعجبش ولا تتعجب لما اقول لك العنكبوت مدرسه والنمله مدرسه والنحله مدرسه والجمل مدرسه كل كائن مدرسه الحوادث اليوميه مدرسه الشمس مدرسه لحالها تاخذ منها دروس وموسوعات والقمر الليل مدرسه النهار مدرسه ان النهارده امام مدارس مدارس امرنا ان ننظر اليها نظر فكر لننتفع بها لنقتبس منها لنؤمن بها افلا ينظرون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت واحد والى السماء كيف رفعت اثنين والى الجبال كيف نصبت ثلاث والى الارض كيف سطحت اربعه خلينا نتفرج بقى على الصور التي رسمها الله وانزلها في القران اربع صورهم كل صوره عباره عن مدرسه فكريه بتؤدي الى حاله عمليه والى اصلاحات اجتماعيه والى تعديلات شخصية وبشرية وإلى إقامة حضارة فكرية ولولا النظر ما استفدنا شيئا ذلك خلقه الله أفلا ينظرون إلى الإبل الـ الـ الدرس الثاني بقى الإبل الإبل نظرنا إليها فاذا به جمل او ناقه عظيم البدن مرتفع عن الارض وشوف عشان تؤمن بقى انظر الابل لانه بعيد عن الارض سيقانه طويله لو ان رقبته قصيره وحب ياكل حشيش من الارض كيف ينزل وكيف يمد راسه ورقبته قصيره فلان ساقه طويله فجسمه بعيد عن الارض اذا هذا يناسب ان تكون له رقبه طويله حتى تمتد الى طعام بعيد عنه في الارض فياكل برع شوف يعني ترتيب خلقه هذا خلق الله الابل يدل وجوده يدل على ان الذي خلقه خبير عليم حكيم دي واحده من من مئات الملفتات في الابل بس اللي انا عايز اوصل اليه من افلا ينظرون الى الابل صفات الابل ايه هو ده اللي انا عايز اوصله عشان اقتبس بنظره الى الابل اقتباسات طبيعية خلقيه تعدل من طبعي تعدل من اخلاقي تعدل من طريقه تعاملي تعدل من طريقه فهمي تعدل من طريقه علاقاتي فاذا بي انا امام مدرس امام مدرسه امام معمل اسمه الابل معمل كبير قوي اسمه الناقه اسمه الجمل شوفوا الصفات دي انا مش هقدر اجمع لكم في الحلقه دي كل ما في الابل لكن اللي انا عايزه واللي عايز اوصل له الصفات تربيه الصفات في الانسان انظر يا ابل لتربي من صفاتك ايه صفات الابل اول صفه الصبر واقوى صفه الصبر واحلى صفه والتي لو تاملها الانسان في حياه الابل لا سهل عليه الاقتباس ولو شيء من صبره الجمل صبور صبور على الجفاف صبور على العطش اقوى من العطش طب ليه؟ صبور هو ما فيش ميه خالص وبيصبر؟ لا الجمل فيه آلية التخزين بيخزن لما بيجي يشرب بيخزن كمية كبيرة في جسمه في منطقة معينة وبيظل مختزنها حينما تمر عليه ظروف قحط أو جفاف ينفعه المخزون إيه بقى اللي أنا عايز أتعلمه بقى من الصفة دي أولا لتكون صبورا اعمل زي الإبل خزن في ذاتك ما ينفعك وقت الجفاف والقحط خزن ايه عشان اكون صبور ايه مخزون الصبر مخزون الصبر العلم التقوى الفهم الجلد اتدرب على التقوى اتدرب على الجلد اتدرب على الخشونه في العيش اتدرب خزن كل هذا في شخصيتك اذا الواحد يتعلم كيف يكون تقي اذا مرت عليه ظروف الصعب تمكن من الظروف ولم تتمكن الظروف منه فصبر ليه الصبر في ظروف القحط والجفاف لانه خزن ما نفعه الان اذا الجمل بيخزن ميه بتاتي عليه ظروف الجفاف جفاف الماء بيستخدم المخزون كذلك الانسان يلا خليني اقتبس كده بقى خزن في ذاتك الثقافه القرانيه الثقافه النبويه سيره الصابرين سيره المتقين واشبع بها عقلك واشبع بها نفسك ثم تعامل بها في ظروف القحط وظروف الجفاف إيه ظروف الجفاف اللي ممكن أنا أتعرض لها و... و... وأستخدم هذا الصبر ظروف القحط والجفاف يكفي حينما تصطدم بجفاف الطباعة حينما تصطدم بجفاف المشاعر مع الآخرين حينما تصطدم بجفاف الأخلاق وبجفاف اللياقه والرشاقه في التعامل امامك احيانا تصطدم بناس فيهم جلافه فيهم قساوه الكلمه بتخليك تنط تفزع الكلمه منهم بت بت بتكسر الظهر في هذا الظرف حينما واجه هذا الجفاف في العلاقات المطلوب مني لو انا مش مخزن بقى تقوى مش مخزن ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم لو مش مخزن آه الـ 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 معاني البر ومعاني الخشونه واعتياد حياه الصعوبه والخشونه في الحياه مش هصبر دقيقه واحده امام واحد يلاقيني بجفاف طبعي على طول هنشئ معه معركه وهنشئ معاه مصيبه كبرى وبتكون النهايه ايه اما القبر واما السجن واما المستشفى والعاهات